اليوم بعد المباراة عبد الله بانمي رئيس نادي الفيحاء يتحدث مع الزميل محمد التويجري، لكن قبل ما نسمع اللقاء خلينا ناخذ رد من محمد الدهش على سؤال المشاهد. غيرت رايك؟ لا اكيد ما غير رايي. الفيحاء لابد كان، يعني صح انه انا من وجهه نظري انه ظلم بركله جزاء، لكن المفترض على الفيحاء انه سجل الفرص الضائعه، فعشان كذا نقول انا اقول هارد لك للفيحاء. الجمهور الفيحاوي كان الفيحاء اليوم احق من النادي النصر، مبروك لنادي النصر النقطه. صح بيزعل علي ابو لما، لكن على مجريات المباراه كان الفيحاء الاخطر، كان الفيحاء الاحق. في النهايه نقول مبروك لنادي النصر تحقيق النقطه، الفيحاء استمرار للمستويات المميزه. اليوم كان الفيحاء احق بالثلاث نقاط، لكن نشوف ان شاء الله التحليل التحكيمي مع الكابتن محمد فودة، وان شاء الله يعطينا حقنا، حق الفيحاء وليس حقي، يعطينا حق الفيحاء في المباراه، وباذن الله نشوفه ان شاء الله بعد تحليل الكابتن محمد. لا هي عند سمير عثمان، ما ظنيت بتاكل عيش معه اظني. طيب وانا ما اكل عيش معه. العلاقه ما بين محمد العنزي وسمير عثمان مسويت لنا مشاكل الفتره هذه، لكن